علشان نعمل الوصفة بتاعتنا اللي هي رول اللحمة البانيه، عايزين بوفتيك ويكون مدقوق كويس، عايزين جبنة تشيدر يعني عايزينها مش مبشورة، عايزينها تكون قطعة واحدة كده علشان نقدر احنا نتحكم في القطع، او بتجيبوها شرايح وهنقطعوها طويل. عايزين تركي مدخن، بيض وبقسماط، عايزين دقيق، ملح وفلفل، بابريكا، بودرة ثوم، بودرة بصل، معلقة كبيرة ماسترد. طيب الوصفة دي علشان نعملها عايزين الآتي. ها، هناخد طبعا البوفتيك بنشتريه من عند الجزار ونقول له يدقه لنا كويس علشان نقدر نلفه. وهنعوز دلوقتي نعمل الخلطة اللي هندهن بيها البوفتيك من جوه علشان تديله بقى طعم لذيذ جدا كده. هناخد دلوقتي التوابل اللي عندنا، عندنا بودرة الثوم وبودرة البصل والبابريكا والماسترد. البابريكا، وهنحط طبعا شوية ملح وفلفل، شوية ملح هنا وشوية فلفل. وهناخد دلوقتي الماسترد اللي عندنا، تقدروا مع الماسترد لو تحبوا كمان بتقدروا تحطوا معلقة صغيرة من العسل برضو، بتطلع لطيفة جدا. طيب دي الخلطة بتاعتنا اهي، نمسك اللحمة علشان خاطر من الباقي ما يجيش عليه مطرح اللحمة اللي في ايدينا. هنشيل ده من هنا، هنقطع بقى البفتيك الأسفة ده بالشكل ده كده، ونجيب الجبنة برضو. نقطعها كده، وانا بحبها شويه تكون تخينه عشان كده بقول لكم بلاش شرايح. ليه؟ لان الشرايح يعني ممكن تدوب وما نحسش بيها، بطبقتها كده بتبقى رفيعه، بس لما بتكون تخينه كده بتبقى يعني ألذ كتير الصراحه. طيب توث بيكس طبعا هنعوز خله السنان علشان نقدر نقفل الكلام ده. نفتح البوفتيك اللي احنا دقينه كويس، نحطه كده كله قدامنا. كده اهو تمام. نبتدي بقى دلوقتي ندهن البوفتيك بتاعنا بالخلطة اللي احنا عملناها دي. ناخد بقى من الخلطة كده وندهن كده يعني كده اهو، مش لازم عليها كلها، هو في جزء واحد بيوصل الطعم. تطلع طعمها لذيذ جدا. وبعدين من الحاجات اللي ممكن تعملوها وتشيلوها في الفريزر، بس بتلفوها كده زي ما احنا هنعملها دلوقتي، وخدوها حطوها في الفريزر بالبيض وبالبقسماط، ولما بتعوزوا تاكلوا منها بتطلعوها وبتحطوها بره شويه وبعدين بتقلوها. هناخد دي بقى كده، نحط التركي هنا، ممكن كمان نحط كده مش مشكله. ناخد الجبنه نحطها هنا، الجبنه دلوقتي اللي مهمه علشان خاطر ما تطلعش وتسيح. نقفل بقى على الرول بتاعنا ونجيب التوث بيكس بس علشان نقفل كده من هنا. اوكي بالشكل ده.
ونكرر اللي عملناه لغاية ما نخلص الكمية اللي عندنا كده. وحته جبنه، لو الجبنه حسيتها طويله اقطعوها شويه، ما تخلوهاش تبقى باينه من الاطراف يعني. وهنحطها اول حاجه في الدقيق، طبعا رشيت عليها من بره ملح وفلفل كمان. دلوقتي هنحطها في الدقيق، ومن الدقيق على البيض. تقدروا كمان لو تحبوا تتبلوا البيض للبقسماط للزيت او للاطباق اللي هنشيلها فيها في الفريزر، لان هي دي المرحلة اللي بقدر اشيل فيها الاكلة بتاعتي دي في الفريزر. بحط له البيض والبقسماط. ودايما لما تيجوا تعملوا كده اعملوا ايه، ايد بنحطها في البيض عادي خالص اهي اللي هي دي، والايد التانية بخليها ناشفة عشان خاطر ما تبقاش الايدين الاتنين اهو يعني. دي كده خلاص مبلولة بسيبها، ببتدي بقى بالايد الناشفة احط هنا البقسماط بتاعي عشان خاطر ما تبقى. طبعا لو حطيت ايدي دلوقتي هنا هتلم كم بقسماط كتير جدا، فدايما خلوا عندكم ايد ناشفة وايد مبلولة. ادي كده ناخدها بقى دي ونحطها كده هنا. درجة الحرارة عندي 7، يعني أعلى حاجة عندي 9، بنحطها يا 7 يا 8، ما بنوصلهاش لأعلى حاجة يعني.